كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع لبحث توفير التمويل لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي لأنه من ضمن آليات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير وحدات لائقة لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة. وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن المناقشات انتهت بالاتفاق أن البنك المركزي يتولى توفير التمويل المطلوب بفايدة ميسرة تتحمل جزء منها وزارة المالية، وهيتم توفير حوالي 30 مليار جنيه على 3 سنين.